الفيدرالي بالفعل اقترب من رفع معدلات الفائدة، وقد يكون هذه المرة الرفع السريع الأسرع منذ حوالي 17 عام تقريبا في تجديد السياسة النقدية في محاربة للتضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عام. لكن عندما ننظر تاريخيا كيف كان أداء الأسواق الناشئة بحسب مؤشر MSCI في الفترات الماضية، طبعا منذ يعني بداية عام 2000 تقريبا إلى 2008 قبل الوصول إلى الأزمة شهدنا تحليق للأسواق الناشئة، وهذا بسبب النمو القوي جدا في الاقتصاد. ولكن هنا نلحظ بأنه ليس شرط على ارتفاع عوائد السندات أن يؤثر بشكل سلبي على الأسواق الناشئة إلا في بعض الأوقات. نتذكر التيبر تانترم في عام 2013 شهدنا تراجع، في عام 2015 شهدنا أيضا تراجع للأسواق الناشئة مع أول رفع لمعدلات الفائدة، ولكن كان التراجع محدود من ثم عدنا إلى الصعود من جديد. البعض يعتقد بأن هذه المرة قد يكون الأمر مختلف نوعا ما. عندما ننظر اليوم منذ بداية هذا العام شهدنا تراجعات حادة على الأسهم الأمريكية تحديدا منذ بداية العام، يعني حتى اقتربنا من دخول إلى سوق هابط في الأسهم التكنولوجية وخصوصا مؤشر الناسداك، ولكن مؤشر MSCI World شهدناه يتراجع بأكثر من 5%، وهذا يضم طبعا معظم الأسواق المتقدمة وتحديدا الولايات المتحدة. عندما أنظر بالمقارنة مع الأسواق الناشئة شهدنا تراجعات فقط بشكل طفيف، وهذا يعني بأن الأسواق الناشئة تفوقت على الأسواق المتقدمة بحوالي 5% منذ بداية هذا العام. عندما أنظر إلى أيضا مكررات الربحية نرى بأن بعض الدول مثل البرازيل ومثل الصين وحتى الفلبين تبدو التقييمات مغرية أكثر بكثير من الولايات المتحدة التي لطالما كانت مكررات ربحيتها أعلى. هنا نتحدث عن مكررات الربحية المستقبلية في الولايات المتحدة على S&P 500 هي بقرابة 19.3%، ولكن أيضا بالإضافة إلى الولايات المتحدة يبدو أن هناك لازالت أسواق مغرية مثل ألمانيا وبريطانيا من حيث التقييمات المنخفضة. فيما يتعلق بالنسبة لتدفقات السندات في الأسواق الناشئة في عام 2013 و 2022 لو قارنا ما حدث في التيبر تانترم في عام 2013 واليوم، اليوم فعليا نحن نشهد تدفقات في بداية هذا العام إلى صناديق السندات المحلية في الأسواق الناشئة. عندما نتحدث عن الأسواق المحلية يعني نتحدث عن عملة البلد، شهدنا التدفقات بحوالي المليار دولار، بينما العملات الصعبة شهدنا تخارج ب 2.3 مليار، والسبب يعود إلى أن هنالك من المشكلة خدمة الدين وخصوصا الدولارية أو حتى بالنسبة لليورو. تدفقات رأس المال الخاصة إلى الأسواق الناشئة في عام 2014 كانت فعليا عند أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وخلال الأسبوع الرابع من يونيو من عام 2013 شهدنا تخارجات قياسية من الأسواق الناشئة، ويبدو بأن الشكل اليوم مختلف فيما يتعلق بالنسبة للاستثمارات. ولكن عندما ننظر أيضا إلى العلاقة ما بين الأسهم أو السندات الأمريكية وسندات دول الأخرى وهذا معيار البيتا يعني الريسك اليوم عامل الارتباط، نشهد بأن المكسيك بولندا والفلبين نشهد ارتباط كبير، ولكن لا نشهد هذا الارتباط الكبير مع الصين البرازيل و روسيا وحتى إندونيسيا، وهذا يجعل البعض يعتقد بأنه لا يجب أن نركز كثيرا فقط على ما يحدث في عوائد السندات الأمريكية. طبعا اليوم التجديد في الولايات المتحدة قد يكون أسرع بكثير مما شهدناه في السنوات السابقة أو في آخر عملية تجديد التي بدأت في عام 2015، والسبب الرئيسي يعود إلى أن التضخم عند مستويات قياسية ولازالت الفائدة عند مستويات الصفرية. أما بالنسبة للأسواق فأيضا هي تراقب كيف سيتجه البنك الروسي، البنك البولندي وأيضا المكسيكي خلال هذه الفترة لنعلم إلى أي درجة سنشهد أيضا تسارع في تجديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى التوترات الحاصلة اليوم في أوكرانيا وروسيا وبعض المخاطر الجيوسياسية الأخرى. ولكن عندما ننظر اليوم في بداية هذا العام يبدو بأن الأسواق الناشئة لا زالت جاذبة للاستثمارات.